ما قلنا في بوست بينزل على صفحة بي ان سي على فيسبوك وعلى انستجرام، ده هيظهر لنا دلوقتي على الشاشة. المفروض بتحطوا عليه سؤالكم بحيث ان احنا نجاوب عليه على الهوا مباشرة. فأنا جالي ما شاء الله كمية أسئلة حلوة جدا هنجاوب عليها دلوقتي. تمام، جالي سؤال. السلام عليكم، انا بحبك قوي يا شيف سالي، بس لو سمحتي انا حابه اعرف، هو انا لو عملت تفتيت في مناطق معينه ممكن ترجع مكانها تاني بعد ما فتتها؟ ولو في طريقه غير التفتيت ارجو ردي عليا. تمام، حاضر. دلوقتي في انواع كتيره من التفتيت، واحنا برضو عندنا فرصه حلوه قوي معانا النهارده دكتوره عبير انور، ممكن نسالها في الموضوع ده. طبعا في اجهزه بتساعد على تفتيت الدهون في خلايا، في أجهزة بتعمل ده بكفاءة ومترجعش تاني إلا لو الواحد زاد وزنا طبعا، وفي أجهزة للأسف تعب على الفاضي وما بتجيبش أي نتيجة. فيعني لازم نحترس جدا في اختيارنا للجهاز والمكان اللي احنا هنروحه علشان ما يبقاش فلوس ومجهود على الفاضي، لأن الواحد بيروح سيشنز كتيرة جدا، كذا جلسة، تعب، مشوار، فلوس، حاجات كتير قوي. فطبعا ما انصحش ان احنا نروح اي مكان وخلاص، لازم نكون متأكدين فعلا ان في اجهزة كتير. وانا شخصيا جربت كام حاجة قبل كده زمان ما جابتش معايا نتيجة خالص، وفي ميزو ثيرابي برضو، الميزو ثيرابي من الحاجات اللي برضو زمان كانت مش حلوة خالص حسب الأنواع، فعملت لي زي تكتيلات كده معينة مش ظريفة، فخلوا بالكم لازم الواحد يتأكد الأول. طيب في حاجة بس تانية عايزة أقولها بخصوص الموضوع ده، وهو حسب وزنك برضو. يعني ما تجيش مثلا وانت وزنك فوق 100 كيلو وعايزة تعملي تفتيت دهون، ما انصحكيش. لأ، تعملي الاول نظام صحي زي 7 خطوات، هتنزلي كوزن الاول الوزن القريب من المثالي او الطبيعي، بعد كده هتشوفي ايه الحتت اللي عندك مثلا بارزه شويه عن العادي، سواء البطن سواء الجناب سواء الدراعات حسب كل شخص. ساعتها انصح بقى ان انت مثلا تعملي باجهزه، او حسب برضو في ناس ما بتروحش الحتت دي عندهم، زي بالذات بعد الولاده مثلا عندهم البطن مثلا ما بتروحش بسهوله عند بعض السيدات، يضطروا ان هم يلجأوا لعمليات جراحيه او شفط دهون. اللي انا ممكن اقوله من ناحيه شفط الدهون، شفط الدهون شخصيا في مناطق معينه ما بتسببش. احنا معانا اهو البوست على الشاشه، ده البوست اللي انتوا تحطوا عليه الاسئله بتاعتكم بحيث نعرف نجاوب عليه في الحلقه. تمام، ده اللي انا بجاوب عليه دلوقتي في الحلقه حالا. تمام، هتلاقوه على صفحه فيسبوك وهتلاقوه على انستجرام. تمام، نكمل بقى. انا عايزه اجاوب على حاجه مهمه جدا، وهي شفط الدهون. شفط الدهون في اماكن معينه، تمام، الاماكن دي مش بتزيد تاني الا لو زدنا قوي في الوزن، لان اللي بيحصل في شفط الدهون ان الحته دي سواء جناب بطن او دراعات، الحته دي بيقل فيها عدد الخلايا كمان، يعني مش بس بيتشفط الدهون من الخلايا، لا الخلايا نفسها بتخرج في الشفط فبيقل عددها. فلما الواحد بيزيد ما بيزيدش زي الاول فيها، يعني مش هقول ما بتزيدش خالص فيها، لا الواحد بيزيد بس مش زي الاول خالص. اللي بيحصل بقى ان الواحد ممكن يزيد في حتة تانية في الجسم، لان الجسم عامل زي خريطة، حتة الاول تزيد مش عارف يزيد لا يزيد في اللي بعدها، فتلاقي مثلا اللي كان عنده مثلا جناب واتشالت ممكن يزيد مثلا رجله تتخن اكتر، او دراعاته هي اللي تتخن، او بتطلع بقى في حته اللي لازم يزيد من حته، فيروح مدور على الايه الحته المخزون اللي بعده اللي يعرف يزيد منه. معانا تليفون. الو الو، ايوه، اهلا اهلا اهلا، ازيك يا سالي؟ تمام، اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. مبسوطه ان انا بشوفك وبسمع صوتك، وعايزه اقول لك بس اسالك على، طبعا شفت الفيديو النهارده بتاع الوزن المثالي،
تمام. فانا طولي 173 ووزني 76. طبعا ال 76 دول الزياده اللي على في الشتاء بس. فعاوز اعرف هل انا ضروري اعمل حاجه؟ علشان انا طبعا ماشيه على طبعا السبع نصايح على طول، واي نصيحه بتقوليها انا بتبعها. ده اول سؤال. انه معلش بس قبل ما تقفلي ما تقفليش، انا بس سؤال سريعا كده كمان. والحمد لله ما عنديش في جسمي اي دفوهات. ما سمعتش السؤال التاني. طيب بالنسبة، أنا سمعت طولك 173 ووزنك 76، أنا أتمنى أكون سمعت صح. لو ده يبقى أنت في الوزن الطبيعي لكن مليانة شوية، يعني أنت في الوزن الطبيعي، أنت طويلة، أنت الطول اللي هو اللي بيبتدوا بيه المودلز، يعني الطول اللي هو الحلو اللي بيبتدوا بيه المودلز، بس أنت طويلة. فحسب بقى توزيعة جسمك، لو أنت توزيعة جسمك حلوة مش مثلا زايدة من حتة معينة بالذات، تمام الوزن كده حلو، انت في النطاق الطبيعي. عايزه تنزلي ممكن تنزلي لسه شويه، يعني من 5 ل 10 كيلو حسب ما تحبي، بس انا اعتقد في الطول بيتوزع كله بشكل احسن كتير عن الناس القصيره بيبان فيها شويه. انا معلش ما سمعتش السؤال التاني، اتمنى الكنترول يكون سمعه، اخد السؤال منهم واجاوب عليكي بعد الفاصل. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن التفتيت، واتكلمنا عن الميزو، واتكلمنا عن شفط الدهون. خلاص يبقى دي علشان بس تبقى مفهومة، لأن ناس كتير، وأنا ياما كنت بقعد أتفرج على برامج وأشوف وأعمل حاجات كتير قوي عشان عايزة أعرف هو إيه الفرق بينهم، ويعني إيه النتيجة في دي وإيه النتيجة في دي، لأن كل واحدة فيهم برضو بأسعار ويعني متفاوتة جدا، وهل الواحد لو عمل دوت هيجيب نتيجة ولا هيدفع فلوس على الفاضي. فكانت كنت مهتمية جدا بالموضوع، عشان كده عندي علم في الحتة دي كويس الحمد لله، يا رب أكون فدتكم. تمام، عندنا بقى سؤال تاني. لو سمحتي، شرايح الخبز بعملها زي ما كنتي بتعمليها الأول، هو أنت لغيتي دقيق حبة الكاملة اللي هو الدقيق الأسمر؟ ايوه دي اول وصفه، انتي روحتي اخدتي اول وصفه انا قدمتها بتاعت شرايح الخبز المشبعه، كنت حاطه فيها جزء دقيق اسمر وجزء دقيق شوفان. لا انتي تبعدي خالص عن الدقيق الاسمر خلاص، كان ايامها لسه كنا بنستخدم الدقيق الاسمر في حاجات كتير بدل الدقيق الابيض، لكن بعد ما تعرف حته الجلوتين وقد ايه مضر وقد ايه بيوقف الحرق وقد ايه بيعمل مشاكل في الدقيق، خلاص لغيت خالص الدقيق والدقيق الحبه الكامله وكل ما يخص القمح لغيته، ما بقيتش استخدمه، بقيت مكانه حطيت على طول، جربته حطيت مكان دقيق الشوفان وظبط وحلو جدا. فانت ما تروحيش لاول وصفه خالص، روحي لاي وصفه فيما بعد هتلاقيها حلوه جدا معاكي. تمام، عندنا بعد كده السؤال. معلش انا الاسامي في حاجات تتكتب بحروف كده مش واضحه، وفي حاجات فمش معلش مش كل الاسامي هقدر اقولها عشان في حروف كده مش حروفنا يعني. معايا تليفون. الو، اهلا اهلا، ازيك يا سالي؟ انا بحبك قوي حبيبتي. حبيبتي تسلمي لي يا رب، شكرا، اتفضلي. حبيبتي انا كنت بتابعك، كنت بعد الولاده خسيت، انا كنت بعد الولاده تقريبا انا طولي 176 او 177. انت بتتكلمي بجد؟ طولك 176؟ انت متاكده؟ انا 177 كمان، ساعات ببقى 177 لما بشوف. فانا كنت وزني 113 كيلو بعد الولاده. اوكي. نزلت لحد 90. تمام. دلوقتي بزيد تاني، دلوقتي انا داخله تاني على 100، انا عايزه انزل. انا طول عمري اصلا بلعب رياضه وطول عمري رياضيه جدا، بس طبعا الولاده والحمل وكده انت عارفه الدنيا باظت، فانا نفسي ارجع تاني. هل والده اكمل من امتى؟ على 7 خطوات مع الرياضه ولا اكمل على 7 خطوات بس دلوقتي؟ والده امتى؟ نعم؟ والده امتى؟ لا انا والده بقالي 2.5 سنين، بنتي عندها 2.5 سنين بس. خسيت لحد 90، من 113 لحد 90. انت كنت بتلعبي باسكت بول؟ كنت باسكت بول وجيم وكاردي وكل حاجة طبعا عشان كده. تمام. تمام، هرد عليكي حالا. دلوقتي ال7 خطوات طبعا انصحك بيها جدا، هو بصوا احسن نظام الى الان، لا اي حاجة تانية خطر، يعني كيتو ده خطر، اي نظام تاني مش هنصحك بيه، انا بنصحك بال7 خطوات وتبتدي بيهم. ليه لا؟ ده الواحد يبتدي بيهم من اول ما يولد، ده الواحد يعني يعمل 7 خطوات حتى وهو حامل، يعني مفيش اي مشكلة خالص بالعكس.
وفي الرضاعة كمان للناس اللي بترضع شرايح الخبز المشبع اللي هي في ال7 خطوات هايلة، بتدر اللبن جدا وبتخسس. فيعني كل حاجة، بصوا النظام ال7 خطوات ده باكج متكاملة، بتخسس وبتحسن الصحة جدا الحاجتين، ومناسبة لكل الناس. يعني احنا بس محتاجين نفهمها ال7 خطوات. انتوا ده يعني انتوا مش محتاجين اي ورقة تمشوا عليها، هي 7 خطوات تفهموها دي لعمركم، يعني هتحسوا بفرق رهيب في حياتكم. تمام؟ طيب حاضر. فانتي بتدي وما تستنيش، ويا ريت لو تعرفي ترجعي للرياضه تاني، لان الرياضه يعني انتي بما انك كنتي بتعملي رياضه زمان ف هتفرق معاكي جدا، هتنزلي تاني بسهوله، كل حاجه هتبقى تمام. احنا دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقيه الاسئله بعد الفاصل ان شاء الله. بيكون معانا من الفاصل، وهنكمل دلوقتي اسئله واجوبه. انا شايفه في اسئله جت حالا دلوقتي في خلال الدقيقتين اللي فاتوا. هدى سامي بتقول: السلام عليكم يا سالي، لو سمحتي انت كنت قلتي اللبن مش مفيد قوي ان الواحد يشربه كتير، طيب وبالنسبه للاطفال المفروض انهم يشربوه منه قد ايه؟ تمام. هو فعلا في دراسات اثبتت ان اللبن البقري مش مفيد للانسان، بل ممكن يكون كمان سبب في امراض كتير. لكن للاطفال طبعا احنا البقري مش بياخدوه، الصغيرين بياخدوا لبن الام او لبن مجهز خصيصا للاطفال في السن بتاعهم. تمام؟ فهو ده اللي يشربوه. احنا ككبار ممكن اللي يعرف يستغنى عن اللبن ويشرب مكانه لبن لوز، لبن صويا، لبن جوز هند. تمام؟ انا من الاشخاص اللي ما اقدرش، واعتقد ناس كتير زيي، فما نكترش عن كوبايه في اليوم، بس تتقسم على مدار اليوم وخلاص. معانا تليفون. الو، ايوه، ازيك يا استاذه سالي؟ اهلا بيك يا حبيبتي. حضرتك، انا وزني 90 كيلو وطولي 165، ومشيت على دايت كتير يعني كذا حاجه يعني، وبرضو وزني ما بينزلش، وعندي بطني يعني ما بتنزلش خالص، هو جسمي من تحت بس اللي بينزل، لكن بطني ما بتنزلش، وصدري برضو نفس الموضوع. تمام. بصي، مبدئيا وزنك محتاج طبعا ينزل، يعني كوزن محتاجه تنزلي. تمام؟ فمهم ان انت تعملي ال7 خطوات وتشوفيها. ليه بقى؟ لان انا بقول مثلا في ال7 خطوات، بقول مثلا ايه، اول حاجه انك تعملي تحليل غده درقيه، ممكن جدا ما بتحرقيش علشان مشكله الغده الدرقيه. تمام؟ اعملي التحليلات الصح، ممكن جدا تكوني ما بتحرقيش بسبب نقص فيتامين د. لو عندك نقص بيعمل اكتئاب، بيعمل همدان، وبيعمل نقص حرق. ممكن جدا تكوني ما بتاكليش الحاجات الصح، زي مثلا الاسماك، المكسرات، الكلام ده كله ما بتقسمهوش على مدار الاسبوع، فبتساعديش جسمك على انه يعرف يحرق الحرق، يعلي الحرق. تمام؟ فمهم قوي تتفرجي على الحلقه وتعرفي ايه الاسباب. على فكره منزله فيديوهات كتيره جدا على يوتيوب قايله فيها ايه اسباب وقف الحرق، او ليه الواحد ما بيحرقش بكفاءه. فيديو ورا التاني هتشوفيه هتعرفي انت اني مشكله فيهم. خلاص؟ بس هو دايما بيلف حوالين اساسي الغده الدرقيه، او ان انت الهرمونات عموما مش مظبوطه، او نقص فيتامين د، او بتاكلي غلط، ما بتظبطيش اكلك. في حاجات مهمه بتساعد على الحرق، مهمه جدا. تمام. عندنا تمام البوست، عشان نبقى شايفين بس البوست معانا تاني، موجود على الصفحه على الفيسبوك وعلى انستجرام. نكمل بقى مع بعض. احنا عندنا نونا بتقول: حبيبتي يا سالي، ربنا يسعد ايامك بكل الخير، ارجوكي رجيم للرضاع حتى لو هنزل في الوزن حبة صغيرين. رجيم الرضاع هو 7 خطوات برضو، علشان بس ايه اسرع شوية. عندي هدى نور الدين: بحبك قوي يا احلى سالي، زي القمر ما شاء الله عليك، تسلمي يا حبيبتي. لو سمحتي، المشروب الشتوي اللي حضرتك عملتيه فيه كركديه هل ينفع للضغط المنخفض؟ وتسلمي يا حبيبتي.
بصي، وانا فاكره الكركديه عموما السخن منه مش فاكره بيقلل ولا بيرفع الضغط، لكن لو انتي عندك مشكله مع الكركديه عادي المشروب ده ممكن تشيلي الكركديه منه، مفيش اي مشكله، هيبقى حلو جدا برضو، شيليه عادي جدا. في حاجه اسمها ابل سايدر، يعني المشروب ده فيه القرفه وفيه عصير التفاح، ابل سايدر ده برضو مفيد جدا، زودي عليه القرنفل عادي بيبقى تحفه، يعني مشروب تحفه، اهم حاجه بس ما يبقاش فيه سكر. عندي مكة مصطفى، اول اسم اعرف اقوله، لو سمحتي شرايح الخبز بعملها زي ما كان، برضو ده نفس السؤال، دقيق القمح دوت زي ما قلنا، لا ابعدوا عن اول وصفة خالص، خليكوا في شرايح الخبز المشبع في الوصفة اللي هي الوصفات الاخيرة، بالذات اخر واحدة، ولازم تحطوا شيا سيدز فيها، الشيا سيدز بتفرق جدا في الحرق. تمام. عندي سؤال، انا لسه بادئة في ال7 خطوات، عايزة اعرف امتى امشي، امتى على اي نوع من شرايح الخبز؟ برضو سؤال حلو قوي، هل الاقتصادية ولا بدلي؟ ممكن تبدلي شرايح الخبز، ممكن الاقتصادية شوية مرة مش عارفة ايه، بس دايما زودي الشيا سيدز على اي وصفة منهم بتفرق جدا. عندي سؤال من فاتن، السلام عليكم، انا بحبك قوي يا شيف سالي، ممكن تنزلي حلقة 7 خطوات على القناة تاني؟ حاضر يا حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله نبقى نعملها تاني ان شاء الله، بس هي مبدئيا موجودة على اليوتيوب. معانا تليفون، الو، الو، اهلا اهلا، ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. بقولك انا عاوزه اسال على عيش الخبز، على العيش، العيش الخبز، الخبز المشبع ايوه، قصدك؟ انا عاوزه اعرف هو بيتباع فين. حاضر. طب ما تعملوش انتي ليه؟ ليه ما تعملوش انتي؟ ايه ليه ما تعملوش انتي في البيت؟ العيش الخبز عشان اللي هو من 7 خطوات؟ انتي ليه ما تعملوش في البيت؟ ده سهل جدا، ما ايه ده سهل يا حبيبتي، تعمليه في البيت، ليه انتي ما تعملهوش؟ سهل اللي انا اعمله في البيت. طبعا. طيب ماشي، اصل انا هنا سألت في الفستان اللي جنبنا مش موجود. حاضر، طب هجاوب عليكي. حاضر، بصوا، في طبعا هو نازل في السوبر ماركت الكبيرة، وموجود في رقم عندي على الانستجرام، هتلاقوا فوق في الهايلايتس مكتوب اماكن بيع الشرايح، هتخشي عليها تعرفي، وفي ارقام تليفون بتجيب لك الحاجه لغايه البيت، لكن قبل ده كله اعمليها بنفسك اوفر، وحاجه البيت برضو بتفرق، مش هقول ان الحاجه اللي بتتباع مش حلوه، لا هي حلوه جدا، بس انا عاملاها للناس اللي هي مستعجله بتشتغل او ما بتعرفش تعمل في البيت، او يعني يبقى احسن تشتري عن انها ما تاكلهاش خالص، خلاص، لان مهمة جدا بصراحة، ونحاول في يومنا دايما دايما، فلو انتي تقدري تعملي في البيت الموضوع سهل قوي ومش صعب خالص، وتقدري تعمليه في البيت. تمام. عندنا بعد كده سؤال، نور محمد صلاح بتقول، ولادي وزنهم عادي ويمكن ضعيف كمان، وانا لو مشيت على 7 خطوات مش هينفع معاهم، وكمان مقدرش اعمل اكل خاص ليا واطبخ ليهم. لا يا حبيبتي خالص، انتي هتطبخي كل حاجة عادي جدا، بس هتقللي انتي تاكلي من الرز معلقة او معلقتين بدل ما تاكلين طبق بحاله، بس تطبخي عادي خالص للبيت وليكي كله عادي، مفيش اي مشكلة. لو انت مثلا عامله محشي برز كتير عادي زي ما بيتعمل، مش محشي دايت، يبقى تاكلي حبتين بس، تقللي بقى الكميه، يعني لو الحاجه انت عارفه انها على عكس 7 خطوات يبقى تقللي منها الكميه بس، مش تمنعي، وتزودي سلطه وشوربه، يعني الموضوع ما فيهوش اي، مش لازم حاجه خاصه. وبعدين حلو ان برضو تقللي مثلا لو انت بتطبخي تقللي الدسم ده لكل البيت، ويبقى الطعم حلو جدا، يعني فعلا مش معنى الدسم عالي يبقى الطعم حلو، بالعكس الواحد ممكن يعمل اكل تحفة والدسم قليل جدا. تمام. عندنا حلا احمد بتقول، صباح الخير يا شيف سالي، انتي محترمة وعسولة، وانا وزني 105 وطولي 155، ونفسي اخس، انا برضع وبجوع كتير ومش عارفة اعمل ايه. حبيبتي انتي بتجوعي دلوقتي مبدئيا عشان اولا شتاء ورضاعة، شتاء ورضاعة الاتنين على بعض بيخلوا الجسم جعان جدا، لان الجسم بيعمل مجهود فظيع في الرضاعة، ف
فظيع، مكنه وشغاله 24 ساعه، فطبعا بتبقي جعانه. فاحسن حاجه شرايح الخبز تبقى دايما معاكي، ميه كتير، قسمي بروتينات على مدار اليوم بس، ويبقى نشوياتك يا شرايح الخبز مشبعه، وممكن فاكهه برضو، حلو جدا، مفيش اي مشكله. تمام. عندنا بعد كده ميرو محمد بتقول انا من متابعينك جدا يا شيف سالي، هل ممكن اتبع نظام ال7 خطوات لو في حمل ولا ما ينفعش؟ لا ينفع، مفيش مشكله، بس برضو دايما يعني نصيحه بقولها كده، احتياطي اسالوا الدكتور بتاعكم، يعني احتياطي اكتبوا كده 7 خطوات، وانا كاتباها برضو محطوطه في الهايلايتس، 7 خطوات مكتوبه عندي على الانستجرام في الهايلايتس. اوكي، اطبعوها وروها للدكتور، اسالوه هل في اي مشكله. هو الطبيعي المفروض ما يبقاش في اي مشكله خالص، بس انا بقولها احتياطي عشان لو اي حد عنده حاجه خاصه جدا يبقى ايه، يبقى يعني يبقى احتياطي قلناه. تمام. وعايزه نظام غذائي لبنوته عندها 12 سنه، 7 خطوات، حلو جدا برضو، مفيش اي مشكله خالص. تمام. ممكن اعرف لبن جوز الهند بيتعمل ازاي؟ وكمان الجوز الهند اللي بيفضل من اللبن ممكن يدخل مع حلو قوي السؤال ده. اولا لبن جوز الهند، انت بتجيبي كوبايه جوز هند مبشور عادي جدا من العطار او من اي حته، تحطي عليهم ميه مغليه، حوالي 2 3 كوباية ميه مغليه او اكتر، تضربي كويس جدا في محضره الطعام وتصفي، هيطلع معاكي لبن جوز هند، تحطيه في التلاجة هيعمل كمان الدسم بتاعه الحلو اللي فوق ده. تمام. الباقي ده بقى كله 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 الياف، يتحط حلو قوي في شرايح الخبز مشبعه، فسؤالك حلو قوي. وكمان حضرتك قلتي ان السوداني ممكن يضاف على شرايح الخبز، طيب لو ينفع احط قد ايه وني ولا محمص؟ بصي السوداني ينفع لكن بيدي طعم في شرايح الخبز المشبعه، هيدي طعم على سوداني، مش هيبقى حلو مع الجبنه ومش عارفه ايه، هيبقى طعمه غريب. كميه اللوز اللي بتحط في شرايح الخبز 80 جرام، ده قليل جدا جدا جدا، ولا حاجه، قليل قوي، 80 جرام ده يعمل نص كوبايه حاجه كده يعني. فيعني حاولي لو عرفتي، لو ما كانش ممكن تلغيها خالص. معانا تليفون. الو. الو، ايوه، اهلا اهلا. ازيك سيدي؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي، انتي زيك؟ الحمد لله تمام. ايه القمر ده؟ حبيبتي تسلمي لي، انتي القمر ايه شياكة والقمر ده؟ حبيبتي اتفضلي. انا متابعة حضرتك من زمان، وانا خسيت 12 كيلو على فكرة. ما شاء الله اتفضلي. وبجد يعني انتي حاجة كويسة جدا لأي حد محتاج ان هو يخس. حبيبتي ليا الشرف والله، انا سعيده انك ماشي حبيبتي، حسيتي. انا كنت بس محتاجة ان انا اسلم عليكي بس مش اكتر، لان انا بعزك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا شكرا على المكالمة الحلوة. تمام. عندنا بعد كده سؤال من سمر بتقول لو سمحت يا شيف عايزه اعرف مقدار سكر دايت يساوي كام مقدار من سكر الفركتوز؟ لا، سكر الدايت البودره دايما بيبقى بيسكر اكتر من الفركتوز، يعني تعملي تقريبا نص الكميه وتدوقي، بس هو تقريبا بيبقى نص كميه السكر فركتوز. سؤال تاني، يوم المشروبات الصحيه او ريجيم ال3 ايام ينفع في ايام الدوره الشهريه؟ بصوا حسب كل شخص، يعني في ناس لا بتجوع جدا قبل الدوره، وساعه الدوره اول ما تيجي الدوره خلاص الواحد مش بيبقى جعان، في ناس لا لما بتبتدي الدوره بتجوع جدا، حسب طبيعه جسمك خلاص. بس علميا اللي انا عارفاه هو ان ايام الدوره الشهريه حرق الجسم بيعلى فيهم جدا، تمام، عن العادي. تمام. ناخد سؤال كمان، اخر سؤال عندي. ماجدة مصباح بتقول عاوزة اوكي في اسكندرية ضروري مركز زي ميك اوفر في اسكندرية. تمام، ان شاء الله ميك اوفر هيفتح فروع كتير باذن الله، فاول فرع احنا عارفينه طبعا وهنعرف النهاردة برضو، وموجود في المهندسين، وان شاء الله هيبقى في فروع تانية كتيرة باذن الله. سالي انا بحبك جدا، انا عاوزه اتبع ال7 خطوات بس انا لسه في الكليه وبروح بروح متاخر، فانا عاوزه طريقه امشي عليها صح.
طب تمام يا حبيبتي، لا 7 خطوات بسيطة جدا، اتفرجي على الحلقة وينفع جدا في الكلية ومش هيقل من تركيزك، وينفع للطلبة اللي في المدرسة كله تمام. خدي معاكي شرايح خبز مشبعة، وممكن بيض مسلوق، وممكن جبنة، وممكن تعملي لك علبة كده هتشبعك وتخليكي تركزي وكل حاجة، وإزازة ميتك معاكي. يا رب أكون جاوبت على أسئلة كتير ما شاء الله، كلها على شرايح الخبز المشبعة وكلها على الـ7 خطوات. فيعني انا مبسوطة جدا 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 ان ناس اكتر واكتر دايما ابتدت تهتم بنفسها.